أكبر مرض نعيشه في زماننا هو مرض المقارنات. لذلك عندنا لكن عيننا على غيرنا، نملك ولكننا نفكر بما لا نملك، سعداء لكننا ننظر إلى ابتسامة الآخرين فنتصور أننا تعساء، أغنياء لكننا ننظر إلى ما عند الآخرين فنتصور أننا فقراء. فقراء، يعني مشكلة هاي، زماننا قائم على هاي المشكلة، هذا زماننا.